الله يمسيك بالخير. طبعا بنرحب بقدس ابونا الارشمندريت بندكس كيار، طبعا مش غريب عنا، ما بدناش نعرفك فيه، هو اهل الدار يعني. اهلا وسهلا فيك ابونا باسم الجوفة، باسم الرعية، باسم كنيستنا، اهلا وسهلا فيك، نورت. اهلا وسهلا فيكم جميعا، ربنا يبارككم ان شاء الله جميعا. انه مش بس جايين نستمتع بالترتيب، جايين نصلي بالترتيب، وهذا الشيء الهدف السامي منه، انه بالترتيب نرتقي بالصلاه. وربنا يبارك الجميع، نصلي الصلاه اللي علمنا اياها ربنا مخلصنا يسوع المسيح. المجد للاب والابن والروح القدس الان وكل الاوان والاهل الداهرين امين. ابانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك، لياتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض. خبزنا الجوهر يعطينا اليوم، واغفر لنا ما علينا كما نغفر نحن المعنى عليه، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، لأن لك الملك والقدرة والمجد أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان والدهر الداهرين آمين. ربنا يبارك، تفضل استريحوا. No.
وليكن رب قولك.
ما أكثر الناس الذين يأخذون عطلة في الأعياد والأفراح وفي قضاء مشاغلهم، ولكن ما أجمل أن نأخذ عطلة لنقضيها مع الله في الكنيسة. الملوك والأباطرة المسيحيون كانوا يمنحون عطلة في هذا الأسبوع، كانوا يمنحون جميع الموظفين في الدولة عطلة ليتفرغوا للعبادة في الكنيسة خلال أسبوع الآلام. وقيل أن الإمبراطور ثيودوسوس الكبير كان يطلق الأسرى والمساجين في هذا الأسبوع المقدس ليشتركوا مع باقي المؤمنين في العبادة لأجل روحياتهم وتكوين علاقة لهم مع الله، ولعل ذلك يكون تهذيباً لهم وإصلاحاً. وكان السادة أيضاً يمنحون عبيدهم عطلة للعبادة، فإن كان الوحي الإلهي قد قال عن اليوم المقدس عملاً من الأعمال لا تعمل فيه، فإنه قال أيضاً لا تصنع عملاً ما أنت وابنك وابنتك وعبدك وأمتك وبهيمتك ونزيلك الذي داخل أبوابك. قدوسا قدوسا قدوسا
الحياة كلها مقدسة، ولكن أيام الرب لها قداسة غير عادية، تفوق قداسة باقي الأيام لأنها مخصصة للرب، وهناك أوقات لها قدسية خاصة لاعتبارات روحية معينة. فمع أن الحياة كلها مقدسة، إلا أن أوقات الصلاة مثلاً، أوقات التأمل، أوقات الرؤى والاستعلانات، هي أوقات لها قدسية من نوع خاص غير عادي. وهناك أيام مقدسة في حياة كل إنسان، فاليوم الذي ظهر فيه الرب لشاول هو يوم له قدسية خاصة. واليوم الذي رأى فيه القديس يوحنا الحبيب رؤيا التي سجلها في سفر خاص هو أيضا له قدسية خاصة، وأيام الأعياد كذلك لها قدسيتها، وكذلك أيام الصوم هي أيام غير عادية. وإن كانت أيام الصوم الكبير هي أقدس أيام السنة، والأسبوع العظيم هو أقدس أيام الصوم الكبير، يمكننا إذن أن نقول إن الأسبوع العظيم هو أقدس أيام السنة.
نسير خلال رحلة الصيام وبالأخص في الأسبوع العظيم إلى القبر الخلاصي، القبر الذي نندهل كيف قبل المخلص أن يمكث فيه. هذا المخلص الذي تحدثت عنه جميع الأنبياء في العهد القديم، واصفين وراسمين مظاهر ومراحل الخلاص. فقال أشعيا النبي: لا صورة له ولا جمال فننظر إليه، ولا منظر فنشتهيه. هذا الذي استراح في اليوم السابع يستريح الآن، جاعلاً الجميع تنتظر موسم الفرح وبهاء النور، منتظرين الحياة الأبدية لأنه أحب البشر. Yeah.
من كان حسن العبادة ومحبا لله فليتمتع بحسن هذا المحفل البهج، من كان عبدا شكورا فليدخل فرح ربه مسرورا، من تعب صائما فليأخذ الآن الدينار، من عمل من الساعة الأولى فليقبل حقه العادل، من قدم بعد الساعة الثالثة فليعيد شاكرا، من وافى بعد السادسة فلا يشك مرتابا فإنه لا يخسر شيئا، من تخلف إلى الساعة التاسعة ليتقدم غير مرتاب، من وصل الساعة الحادية عشرة فلا يخشين الإبطاء، لأن السيد كريم جواد فهو يقبل الأخير كما يقبل الأول، يريح العامل من الساعة الحادية عشر كما يريح من عمل من الساعة الأولى، يرحم من جاء أخيرا ويرضي من جاء أولا، يعطي هذا ويهب ذاك، يقبل الأعمال ويسر بالنية، يكرم الفعل ويمدح العزم. جميعا
تتفدى جميع عدائي ويا رب اغلبوا من امامي واجي. المسيح قام من بين الاموات ووطي الموت بالموت. قام من بين الأموات ووطي الموت بالموت. كما يباد دخان يبادون وكما يذوب الشمع من أمامي وجه النار. قام من بين الأموات ووطي الموت بالموت ووهب الحياة للذين في
افرحي يا بيت عنيا نحوك وافى الإله Amen.
يعطيكم العافية، كل عام وانتم بخير. أيام خلاصية تتمناها جوقة رقاد السيد العذراء للجميع، والكل بتمتع بصحة وسلامة وعافية يا رب. الحمد لله، يعني هالوجود الطيب برعاية أبونا فينيديكتوس وببركة أبونا ديمتريوس، وجودها الطيبين صراحة رديتوا فينا الروح بعد سنوات انقطاع طويلة بسبب مرض كورونا. والأمسية الماضية تمتعنا بوجودكم، لكن ما كان العدد اللي احنا فرحانين بوجوده حاليا. فإحنا مبسوطين ودائما النقوة، ومنحاول نعطي أكثر لما منشوف دعمكم إلنا. طبعا بقصد بالدعم هو الدعم المعنوي اللي هو وقفتكم دائما معنا، وقفة الأهالي اللي أبنائهم معي وموجودين في الكنيسة، اللي لما منحتاج إنه يكون في تدريب يلغوا أي مشوار أي طلعة أي شغلة حتى ابنهم يلتزم في التدريب معنا. الجهد اللي أنتوا شفتوه اليوم هو مش جهد يوم ولا يومين ولا عشرة، هي أيام وليالي تعبنا كثير فيها، لكن اللي كان يعزينا هو محبتكم، محبة أولادكم وأبنائكم لهالجوقة اللي من سنة 99 وإحنا عم نشتغل ببركة الكنيسة حتى وصلنا للإشي اللي شفتوه اليوم. إحنا ولا إشي بدون دعمكم إلنا. اللي بطلبه اليوم منكم كلياتكم كأهالي لأبنائكم موجودين معنا هو دعمكم إلي ولأبونا ديمتريوس، دعمكم بإشي عم نواجهه أحياناً، هو إنه لما بيكون في عنا بروفات أو تدريبات كثير منلاقي أهالي اليوم طالعين، اليوم عنا شمة هواء، اليوم عنا طلعة، اليوم عنا واجب اجتماعي، اليوم عنا واجب مش عارف إيش. اللي بدي أترجاه منكم، لو الأمسية عم تنبث هلا، لكن اللي بدي أترجاه وأطلبه منكم إنه يوم هالسبت بهالساعة هاي فرغوا لي إياه لهالجوقة. وأنا كثير بتشكركم وبتشكر حضوركم، كل سنة وأنتم سالمين والله يعطيكم العافية. الله يعطيكم العافية، شكرا لكم على جهودكم، وهي بركة كبيرة للكنيسة إنه دائما شبابها بيخدموها سواء بالجوقة ولا بالكشافة ولا مدارس الأحد، وكمان الأخوية الكنيسة، كل هاي الفرق بتتكامل مع بعضها البعض حتى دائما نجذب المؤمنين للصلاة للكنيسة. الهدف دائما الهدف الأسمى الحضور في الكنيسة، وهذا الإشي كلياته بتكاتف كل الجهود، تكاتفنا مع بعضنا البعض حتى دائما نسبح ونمجد ربنا. أكيد لابد من كلمة روحية منفعة من أبونا بنيديكتوس في هاي الأمسية، نستفيد من خبرته الروحية دائما. أهلا وسهلا أبونا، تفضل. مسيكم بالخير، يعطيكم العافية. أبو يوسف أبدعته، يعطيكم العافية، أطربتونا كالعادة، نقلتونا معكم لزمن القيامة، وأخذتونا لبشارة الملاك اللي أول واحد خبر بقيامة المسيح لما المريميات راحوا على القبر، فشافوا الملاك جوا القبر فحكى لهم أنتن تطلبنا يسوع المصلوب، قال لهم قد قام، ليس هو هاهنا. وهاي هي البشارة اللي أخذوها المريميات، حكوها للتلاميذ، والتلاميذ أخذوها وحكوها لكل المسيحيين، ولحد أيامنا هاي لساتنا منحيي وبنحكي ومنخبر بعض نفس الخبرية، وبنحكي وبنقول المسيح قام، وبردوا علينا وبيقولوا حقا قام. من هناك أخذنا هاي التحية، من هناك أخذنا هاي البشارة، من هناك أخذنا الكلام الثقة اللي حكولنا إياه التلاميذ، وأكدولنا بأنه المسيح ملك المجد، رب الأرباب،
إلهنا الإله المتجسد لأجل خلاص البشر قد قام من بين الأموات. وهاي البشارة وهاي التحية هي اللي منمارسها لحد أيامنا هاي، لما منحيي بعض بفرح القيامة مدة 40 يوم لحد صعود ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح للسماء. لساتنا منحكي ومنخبر بعض ومنشهد، لأنه هاي شهادة كل واحد فينا إنه المسيح قام، ومنرد على بعض ومنحكي حقا لقد قام الرب. يا أحبة، كثير مرات منقول كل سنة منعيد عيد القيامة شو رح تفرق معنا؟ كل سنة تيجي الأيام الفصحية شو رح يتغير فينا؟ كل سنة منلف على بعض وبنحكي المسيح قام، ومنرد وبنحكي حقا قام، بس شو رح يزيد علينا أو شو رح ينقص منا؟ بس مننسى إنه الرب يسوع المسيح قبل ما يتجه للألام الطوعية، الألام اللي اختار نفسه هو إنه يعيشها، إنه يخوضها، إنه يحياها حتى يخلصنا، حتى يتمم العمل الخلاصي، حضر التلاميذ لهذا العمل الخلاصي، حضر التلاميذ لهاي الأيام الخلاصية، الأيام اللي حكى لهم ها نحن صاعدون إلى أورشليم. ما حكى لهم أنا رايح على أورشليم، ما قال لهم أنا رح أروح على أورشليم، ولكن حكى لهم ها نحن صاعدون إلى أورشليم مع بعض. أخذهم معاه، أخذهم سوا مشان يعيشوا هذا الحدث. والتلاميذ لأنهم كانوا عارفين هذا الشيء، فرجونا بعد قيامة لعازر لما المسيح وصاهم إنهم يحضروا له جحش ابن آتان، التلاميذ خلعوا ثيابهم قبل ما يخلعوا ثيابهم الشعب اللي استقبل المسيح على باب أورشليم، ولكن الشعب وضع ثيابه على الأرض حتى يستقبل المسيح، ولكن التلاميذ سبقوهم ووضعوا ثيابهم على الجحش. وهذا كان مشان يحكوا لنا إنه خلعنا إنساننا القديم العتيق البالي مشان نستقبل المسيح. وهذا هو هدف استقبالنا للمسيح يوم الأحد القادم في أحد الشعنين. الشعب اليهودي لما استقبل المسيح بأورشليم لأنه شاف إنه السيد أقام لعازر من بين الأموات، أقام لعازر الذي أنتن عفن، صار له 3 أيام قوموا في الروم في اليوم الرابع من بين الأموات، فكان حتى شكله وجسده وريحته خربان. لما شاف الشعب اليهودي إنه المسيح له السلطان على الأموات، فقالوا هذا هو المسيح، هذا هو المسيح المنتظر، فمشان هيك استقبلوا. ولكن إحنا لأنه منعرف مسيحنا وإلهنا الحقيقي مخلصنا القائم من بين الأموات، مطلوب منا نعمل زي ما عملوا التلاميذ، نخلع إنساننا العتيق ونحطه على الجحش تحت أقدام المسيح حتى نستقبل المسيح في قلوبنا، في حياتنا، في عقولنا، في بيوتنا، في وطننا، حتى فعلاً نكون أبناء حقيقيين للمسيح ونستقبل الآلام الخلاصية والدفن والقيامة المجيدة بفرح القيامة الحقيقي. ما بدنا نلبس أسود ونحزن ونبكي ونحكي أسبوع الآلام بس، لأنه هو الأسبوع العظيم، الأسبوع العظيم سمته الكنيسة لأنه في هاي الأيام العظيمة منستقبل الملك العظيم اللي بده يفوت على قلب كل واحد فينا حتى يغيرنا من العتيق زي ما حكينا
للإنسان الجديد، وهيك بتكون قيامتنا الجديدة وحياتنا الجديدة بالمسيح. ما بدي أطول عليكم، حبيت أني موجود أني أنا معكم، فرح كبير اليوم وبركة كبيرة. كل سنة وأنتم سالمين، ينعاد عليكم دائماً بالصحة والبركة والسلامة، ودائماً بشجعكم زي ما شجعنا اليوم الدكتور رامي. أولادنا هن ثمرة تعبنا وثمرة حبنا وثمرة هالحياة اللي طلعنا فيها. خلينا نقدم هاي الثمرة اللي أعطانا إياها ربنا، اللي هي هبة من ربنا أعطانا عشان نفرح فيها، مشان نفتخر فيها. خلينا نقدم هاي الثمرة للمسيح، للكنيسة. خلي المسيح يستثمر، ينميها، يكبرها. إذا ما كبرها بالكنيسة، إذا ما شفنا أولادنا بيكبروا وبيخدموا في الكنيسة، بيشتغلوا مشان الكنيسة، ما بدنا يصيروا خوارنة، ما حكينا هيك. إذا ما بده الولد يصير خوري ما في مشكلة، ولكن لما بيكون بيخدم في الكنيسة، بيرتل في الكنيسة، بيشتغل وبيساعد في خدمة مدارس الأحد وإلى آخره، هذا فرح كبير لإلنا. هذا بيطمن قلوبنا إنه أولادنا بسلام، بأمان، بحضن الكنيسة، بحضن المسيح. وين في أحلى من هيك؟ وين في أحلى من إنه نطمن بإنه أولادنا موجودين في أحضان أمينة؟ وأحسن من حضن المسيح وحضن العذراء ما في. فربنا يخلي لكم إياهم، تفرحوا فيهم، تفرحوا بأحفادكم وبأحفاد أحفادكم، ودائما من فرح إلى آخر أمين. كل سنة وأنتم سالمين. شكرا لك أبونا. زي ما بنعرف إنه حلو يصيروا خوارنة كمان، خاصة إنه كنيستنا طلعت لحد الآن 7 خوارنة: أبونا باسيليوس، أبونا أيوب عويس، أبونا أفرام باستراليا، أبونا خضر بقبرص، أبونا ديونيسيوس هلا بيخدم بإربد، وفي رهبين عنا أبونا إندراوس شامية بالمطرانية موجود حاليا، وفي أبونا كمان موجود بجبل آتوس سمير جوينات. ربنا يحفظه، بركة دائما. يعني 8 الله يقويكم. شكرا على وجودكم. بحب ايضا فيها ختام من هاي الامسيه انه نشكر النور السات على التغطيه الاعلاميه. شكرا لكم، يعطيكم العافيه.